الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس المعنية بالطاقة ارتفاع إنتاج العراق النفطي، بما في ذلك التدفقات من كردستان العراق، إلى 0.6% على أساس شهري في شهر تموز. وقالت الشركة إن العراق أنتج 3.886 مليون برميل في المتوسط في شهر تموز بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.6%. وأضافت أن إجمالي الصادرات العراقية لشهر تموز ارتفعت بنسبة 0.7% إلى 3,344,000 برميل نفط يومياً. وأشارت إلى أن الاستخدام المحلي الذي يشمل حرق النفط الخام وتشغيل المصافي انخفض بنسبة 17.5% إلى 500,000 برميل يومياً. انخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، وسجل خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 71 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 4 سنتات، كما هبط أيضاً خام البصرة الثقيل إلى 65.42 دولاراً للبرميل. إلى ذلك سجل سعر النفط السعودي الخفيف 70 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66 دولاراً. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وأربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا 147,850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأشار المصدر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أعلن تجمع مطاحن الحبوب في لبنان توقف العديد من المطاحن قسرياً عن العمل بسبب فقدان الوقود الذي بات غير متوفر في السوقين الرئيسة والسوداء. وأشار التجمع إلى أن المطاحن الأخرى ستتوقف خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجياً وفقاً لحجم مخزونها من المازوت. وبسبب أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ أواخر عام 2019، يعاني لبنان من انهيار مالي أدى إلى صعوبة في توفير النقد الأجنبي المخصص لاستيراد مشتقات الوقود وسلع رئيسة أخرى كالأدوية والمستلزمات الطبية. طالب الاتحاد التونسي للشغل سلطات البلاد بالإسراع بوضع خريطة طريق اقتصادية تساعد بإخراج البلاد من أزمتها. ودعا الاتحاد الشغلي إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة تكون لها مهمات محددة عاجلة واستثنائية وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والنهوض بالصحة والتعليم وتكريس استمرارية الدولة، خصوصا في مستوى التزامها وحفاظها على المؤسسات وثروة الشعب، وكذلك تتمكن من مواجهة جائحة كورونا. واعتبر الاتحاد أن التأخير في وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة سيعمق الفراغ ويعسر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، حيث خففت المخاوف من تفشي كورونا الضغط من ارتفاع عائدات الدولار. هذا وارتفع الذهب الفوري إلى 1732 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي إلى 1733.50 دولاراً للأوقية. وأثارت المؤشرات في الأيام الأخيرة لتحسن سوق العمل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب من المتوقع، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر. ختام الموجز بأمان الله.